مدام كريستين اتفضلي. ازي حضرتك؟ ممكن اكلم الحمد الدكتورة؟ لله، اتفضلي مع حضرتك. ايه دكتورة مساء ازيك الخير. يا كريستين؟ الحمد لله تمام. دلوقتي انا بنتي عندها سنة ونص وشخصوها عندها روماتويد. سنة ونص. سنة ونص وعندها روماتويد. عرفت ده من خلال عملت لها اشعة موجات فوق صوتية على المفاصل، لقيت فيه تورم في المفاصل وهي عندها ورم في معظم مفاصل جسمها. معظم المفاصل انت شايفة فيها ورم؟ ورمة وباينة، الركبة ورمة وباينة وبقالها أكتر من شهرين. فيها احمرار؟ لا، هي الأول كانت سخنة وحمرة، اديت لها إبرة بنسلين. اديت الدنيا لها حلت ايه؟ بس إبرة بنسلين. انسولين؟ بنسلين. بنسلين ولا انسولين؟ بنسلين. بنسلين. فادوا لها الابره، الاحمرار هذا شويه بس. طب حبيبتي معلش انا اسفه، ثانيه واحده. تمام. هو التحليل اللي انت عملتيه لها فاكره؟ إيه؟ انا من اسكندريه، كنت عاملاه في مركز اشعاعات كبير. لا، التحليل هو ايه؟ تحليل ايه؟ تحليل ايه؟ لا، انا عملت لها تحاليل كتير. انا رحت مستشفى بوريش، عمل لها التحليل اللازمه، وحاليا بتاخد ابره اللي هي ام تي اكس. ام تي اكس الميزوتريكسيت؟ اللي هي ميزوتريكسيت. ليه؟ شخصوها روماتويد. حتى مش عارف. طيب تابعينا يا مدام كريستين. طيب مدام كريستين، طيب سنة ونص روماتويد، يعني مولودة بيه بقى. بصي، مفيش مرض مناعي احنا مش مولودين بيه. عشان اللي يجي يقول لك بس في حاجات، في عوامل مع السن تظهر المرض المناعي، ممكن حد يتولد بيه. اسمه جوفينايل روماتويد ارثرايتس. انا معاها، بس حقنه بنسلين وبعد كده الميزوتريكسيت. طب حقنه بنسلين، يبقى انا لازم يكون عندي الاي اس او تي عالي. اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع الحمى الروماتيزميه. تمام. وده الارجح. طب انا اديت الميزوتريكسيت، معناه ايه بقى؟ معناه ان انا عندي مرض مناعي، صح؟ بس المرض المناعي ده بقى والله هيضرب لي مفاصل، يضرب لي عضلات، يضرب لي اي حته. انا جبت ار بي جي وهديت البيت. عارفه دي؟ يعني انا مش داخله اصوب ناحيه جين، مش داخله اصلح، انا داخله اضرب كل حاجه موجوده. بس انا مش ضد الحقنه. انا قلتها قبل كده فاكراني، قلت معاكي برضو. انا مش ضدها، والدكاتره اللي بيكتبوها اساتذتي وعلى عيني وعلى راسي طبعا، ومجوده في الكتب بتاعت مصر وبتاعت بره. انا ضدها كسمر، ودايما بقول يا رب ما يكتبها عليا يكتبها لحد. ارجوكوا مامة كريستين، انا عارفه حبيبه قلبي، اكيد ان انت موجوعه. طبعا بنتك هتبقى زي الفل، وفي شفنا حالات قد كده بفضل الله تبقى زي الفل. ارجوكي هتعملي الاي اس او تي، اي اس او تي، وتعملي لي الانتي سي سي بي والسي ار بي والاي اس ار وصوره دم. ماشي. وحديد. انا عايزه حديد. هي الام لو عندها انيميا يحصل البنت كده على فكره اساسا، تبقى واخده منها. لا هقول لك، لان دي برضو انا حاله مره دلوقتي وانا بتكلم عليها وشفتها بفضل الله وراحت بالحديد بس. وتعمل لي سي ار بي والاي اس ار والانتي سي سي بي والاي اس او تي وصوره دم وفيريترين. فيريترين مخزون الحديد. وفيتامين د. لاي سبب من الاسباب، اي حد كلمنا النهارده وما لحقش يكتب الدكتوره سمر بتقول عليه، سواء كان العلاج او التحاليل، الحلقه ان شاء الله بتنزل على اليوتيوب وبتنزل على صفحه قناه النهار على الفيسبوك، تقدروا تراجعوها تاني وتشوفوها وتاخدوا كل الحاجات التفاصيل اللي اتقالت في ورقه وتعملوها ان شاء الله، وربنا يا رب يكتب الشفاء للكل. طيب في بعض عايزة الحالات لها اي حاجه تانية ولا دي حاجه برضو عشان اطمنها بفضل الله؟ اتفضلي. بفضل الله. مش معنى ان حد جاله مرض مناعي، يا جماعه الامراض المناعيه مش الروماتويد بس، الروماتويد، الذئبه، تحلل العضلات، كله كتير كل الامراض المناعيه، السورايسز، الصدفيه، ما هو مرض مناعي، البهاق، مرض مناعي، كل ده كلمه امراض مناعيه. اوتو اميون ديزيز، اوتو اميون ديزيز يعني المناعه الذاتيه بتهاجم نفسها.
طب كلمه المناعه الذاتيه بتهاجم نفسها معناها ايه؟ ان في جين صغير قام بقى ايه؟ قوي، فبياكل في المكان اللي مفروض هو بيحميه، لا ده مش هتعرف عليه اساسا. فهو بياكله. الروماتويد ما ياكلش غير مفاصل، ما حدش يجي يقول لي انا عندي تنميل، انا عندي شد عضلي، فيبقى عندي انا رقبتي بتوجعي، ده من الروماتويد. لا، حضرتك عندك التهاب اعصاب بجانب الروماتويد. اوكي، يبقى احنا لازم نعالج ده ونعالج ده ونشوف. بالنسبه للبنوته، ربنا سبحانه وتعالى في اخر شهور الحمل، اخر 3 شهور الحمل، ودي نصيحه لكل ام، ارجوكي خدي حديد. لو جسمك ما فيهوش حديد الطفل هياخد منك، ما هو بياخد منها، بس بيقعد اول 6 شهور من عمره جسمه ما بيكونش حديد. فلو هي عندها انيميا وما عندهاش حديد، هي هتقع وهو جسمه ما بيكونش الحديد. وكمان لما هي لو البنت او الولد البيبي ما بيرضعش كويس وما بياخدش حديد، كمان الانيميا بتورم المفاصل ساعات، في نوع من الانيميا ورم لي مفاصل. فاول ما نشوف الحديد ونديها الحديد ونديها الفيتامينز دي للبنوته دي او للطفل ده، تورم المفاصل بيروح ان شاء الله.